العلم القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى
الله يشرح صدرك يا عم الشيخ طه. الله 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 ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي يكرمك يا سيدي. هذا هو الأداء. والله الله يشرح صدرك. الله يزيدك يا عم الشيخ طه. الله الله الله. يا
فيها قوما جبارين
قال فإنها محرمة عليك
عليك يا شيخ. اللهم اشرح صدرك يا رب. الله 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 اتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من واتلو عليهم نبأ ابني آدم صدرك يا رب. الله 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 سعيد شكرا الله سعيد الله سعيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أن تهون
يكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يا رب سلم. صدرك يا عم الشيخ طه. يا نعماني مش كده مش كده مش كده مش عاوزين كده. الله يكرمك. فبعث الله غرابة كمان نوبة والنبي والنبي كمان نوبة. الله يزيدك. الله الله الله. الله الله الله. فقتله فأصبح من الخاسرين. الله 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 يفتح عليك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض حكمة يا شيخنا. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فغواري سوءة أخي. الله 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 الله. فأصبح من فطوعت له
سلم يا رب. فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا الله يزيدك يا شيخ. الله يزيدك يا عم شيخ طه. هذا هو الأداء يا شيخنا. هذا هو الأداء. الله يكرمك. اللهم اشرح صدرك يا عمي. من أجل ذلك كتبنا الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ. من أجل ذلك كتبنا على بني ومن محياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يكرمك. الله يكرمك يا عمي. هذا هو الأداء. والله هذا هو الأداء يا عم الشيخ طه. والنبي متعنا. الناس دي كلها جاية تسمعك. جاي من كفر الجمال ماشي عشان خاطرك يا عم الشيخ طه. والله الله يزيدك. أكرمك الله.
صدق الله.